يلا السلام عليكم، شلون الشباب؟ ان شاء الله تمام جميل. هذا الفيديو حوضح لكم شلون تجيبون احسن سلاح ودرع واشياء وحب اشكالات للعبة. طبعا هاي كلها تسويها من توصل الى سكاي هولد، تنزل جوه تحصل هذا الصندوق اللي حنسوي بيه عجايب. المهم اول شي تسوي هو هذا المكان البلاك امبوريوم. اي من توصل هالمكان البلاك امبوريوم تروح على تلقى سلاح اللي هو اني مشتري، بس اشوفك شنو اسمه. اسمه ديمونز ادفوكيت. هذا تاخذه وترجع لسكاي هولد، وعلى الصندوق تدوس دائرة واكس حتى يتدبل. يعني الواحد باشا عندي 3، وانا بايع كوما وعندي 230,000 كوين. شلون جبتها؟ بهذا الحل. السلاح نفسه تدبله فد 300، هو 300 يعني، فد 100، وتبيع 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 لحد ما يكون عندك 230,000. تمام، هاي اول شي. بعدين تجي هنا سكيماتيك اوف ليجند. تمام، هاي اقوى اسلحة باللعب. وتاخذ العفو السلاح الك انت الروج، تاخذ ال ياهو بليد اوف ريد بيرث. هذا المهم تاخذه، هو هذا ايه العفو. وتاخذ هذا السلاح السولفن بليد. الله، ما عندي مكان مفول بهذا الخزن، بس اشوفكم انه انا حاليا ليفل 9. تمام، تاخذ هذا وش تسوي؟ هنا اخو المواد خاف تحتاج كلها هنا، وبعدد لا نهائي طبعا. هاي كلها موجودة، تاخذ من هنا وترجع السكاي هولد تسوي كرافت الأسلحة. ترجع مالك القلعة سكاي هولد، تنزل هنا مالك كرافت ويبن. تمام، وتسوي كرافت للبليد اوف ريد ريبيرث. بعد قد قوته 300 وشي، ولا عندك مواد يعني مثل هسه هاي خاصة هذا التير 3. يعني بدل ما يكون يدمج 280 حيدمج 360، فالمواد كلش تفيدك. تسوي هذا إله وتسوي السوليفن بليد. تمام، بعد ما تسوي لهم كرافت تاخذهم وتيجي على هذا الصندوق وبتدبله. الواحد يكون 3 4 2 كيفك، انا سويت 2 بس، واحد البلاك وول واحد الكاساندرا. وهم ما تنسيت شغله، تاخذ البلو برنت مال هذا الاركون فاير ستاف، هذا حتى مالك الميجي يستعمل. هسه اقوى درع باللعبه وين؟ تروح بمكان اسمه فروست باك باسن، هاي تفتحها من المهام بالورد تيبل، يعطب لكم مهمة ما اعرف شنو اسمها بالضبط، بس هي هنا تفتحها واكو هنا واحد يبيع درع تير 4، يعني مو 3، فتشي كلش قوي. المهم تجي هنا وتاخذ 3، واحد للميج وواحد الك اللي هو انت الروج، وواحد عفوا اثنين حندبلهم من نرجع سكاي هولد المالك الورير. ما انصح اي احد ياخذ سلاح، لان السلاح بعد شنو ايتم ليفل 23 يكون مقفول على الليفل. المهم انا ماخذهم ثلاثتهم، الباتل ماستر والباتل ميج والباتل اساس يمكن اسمه، هم ثلاثة تاخذهم. ونفس الحالة ترجع لسكاي هولد وتسويها كرافتنج مثل ما سويت شوفكم قبل، نفس الحالة يعني ماكش جديد. بعد ما تاخذ احسن سلاح ودرع تسوي لهم كرافتنج وتدبلهم، لان
انا ماخذ روك دول بيلد اللي هو شي سيفين، فمن نسوي كرافت لهذا السلاح نسوي 2، ترجع على البوكس وتسوي تضاعفه وعندك 2 كلش قوي. وهماتين الدرع مال وورير تخلي 2، واحد البلاك وول وواحد الكاساندرا او ايرون بول كيفك واحد منهم. وبعدها ترجع تسوي فلوس، اظل تسوي فلوس وتنزل بسكاي هولد على هذا الميرشنت التاجر. تلقى عندك كتب من الاذر هاي، طبعا هي كومو كتب، هاي من تشتريها تنطيك نقاط مال انكويزيشن بيرك، راح تحتاجها حتى تفتح بيرك اسمه يمكن هاند ثيفت، هذا يخليك تفتح القفل مال الابواب كلش يفيدك. طبعا انا فلوس ما عندي هواي بس حاخذه، تمام، وحاخذ هذا وياه. باع، ها انا واصل ليفل ماكس بالانكويزيشن فما حيمشي بعد عندك، بس هو انت تاخذه من هنا من هذا المكان. جمع فلوس فد 200,000 وكله من اجيبه. بعد ما تاخذ الكتب وتاخذها من هذا التاجر، اكو هاي الانكويزيشن بيرك مثلث، هاي موجودة، هاي تفتح لك مثل مهام جانبية، مو جانبية، تفتح لك خصائص وأشياء حلوة من ضمنها. يعني أنا طبعا كلهم أخذين لأنه سويت اشتريتهم كلهم. هذا ديفت هاندز فايند تولز، هذا كل شي يفيدك لأن بعدين حتفتح باب مقفول بأميلت أوف باور، إقلادة مال قوة، هاي تنطيك سكيل بوينت. هاي سكيل بوينت هماتي نفس الحالة راح ندبله، الواحد حنسويه فد 50 حتى ناخذ كل النقاط المهارة. المشكلة بيها انه كل قلادة شخصية معينة، يعني مثلا انت الك قلادة، بلاك وول الك قلادة، قلادة مال بلاك وول ما راح تراها عليك انت، فكل شخصية الها قلادة معينة تحصلها من مكان معين وراح اشرح وحدة وحدة. المهم هاي كلها أنا ما أخذهن، يعني اللي عجب يشوفه. هاي مهمة، الماستر فوكس مهمة، الهيلينج بوشن زودها مهمة لك، وهكذا تأخذهم كلهم أو اللي يفيدك منهم. أي فأول قلادة مال باور اللي تنطيك سكيل بوينت تلقاها منطقة اسمها كريستوود، بهذا المكان فيلج أوف كريستوود. تجي هنا وهذا الكوخ الباب مالته مقفول، مقفول بقفل، تفتحها من الديفت هامس اللي انا شوفتها قبل شوية، وما ينفتح الا تكمل مهمة اسمها ستيل ووتر. ما تكمل مهمة ستيل ووتر حينفتح هذا المكان. طبعا هو قبل ما تكمل المهمة اكو مثل خشب سد الباب، بعدين الخشب حينشال يبقى بس القفل، تفتح القفل وتيجي على الصندوق هذا. انا طبعا ما اخذها، حتلقى القلادة، تاخذ القلادة وترجع للسكاي هولد وتسوي لها تدبيل، تدبلها تدبلها لحد ما يصير عندك يعني كومو سكيل. بس انا عندي 8 زايدة، يعني باع كل شي ما اخذ، كل شي ما اخذ، يعني ما بقى شي ما سويته. هاي العملية حتسويها الك انت والبلاك وول وكاساندرا وواحد من الميج، انا اختار الدورين. القلادة مال البلاك هول تحصلها من مكانين، تمام. المكان الأول مهمة اسمها ويكد آيز، يمكن لا لا اسمها هير لايز ذا أبيس، تلقاها بوحدة من الجثث اللي موجودة بالقلعة مال أدمنت، قلعة أدمنت تلقى بيها جثث وناس ميتين. انت هاي مهمة يعني ما القصة، تلقاها فوق على السور يم عدو قوي نايت، هذا اللون برتقالي هيجي كلش قوي، هذا من كتله حيذب قلاده مال بلاك وول. نفس الحاله تاخذها ومن تكمل المهمه ترجع سكاي هول تدبلها. اندرا حتلقاها بمنطقه فالوماير، تلقاها هنا
اكو هناك بيكن تكمله، او مو الا يعني انت من تبدي المهمه حتبدي هنا، تعال تلقى هنا مثل كوخ، هاي مات الباب مفتوح عادي، ماكو داعي تحصل البرك مال ديفت هانس. هي هنا بهذا المكان، ظل قبل اي عدو يطلع لك عوفه مو ولا تقاتله، ظل قبل ظل قبل مالك العلاقه بيهم، تلقى هذا الكوخ او هذا البيت. تمام، لا فمو هذا، اذاك البعيد، اي اذاك البعيد، حتى يطعن بيه اعداء هم ما تنجاهلهم او اقتلهم، تلقاه هنا بهذا الصندوق اللي اني ماخذه. تبقى لك بس اللي الغدم الميج اللي هو اما سولوس او دوريان او فيفين. الغدم الفيفين تطول يعني، لازم تكمل المهمة ما قبل الأخير، يعني انت خلصت كل الشغل فبعد ما تسوى. مال دوريان تستاهل، تسوي مهمة الايرون بول صاحبك، اسم المهمة The Demands of the Con. هاي المهمة نهاية بها اختيارين، يا اما تخلي اصدقاء ايرون بول يموتون او تنقذهم. انت نعوفهم يموتون، اذا نقذتهم ما راح تحصل لك قلادة. من هاي من تكمل هاي المهمة مال Demands of the Con مال ايرون بول، مهمة مالته هو، مهمة مال كومبانيون، ترجع للسكاي هولد وتلقى على هاي الورك تيبل، هذا المكان مال المهام، تلقى مهمة إله اسمها، اسم المهبة اسم المهمة تراكن سبايز ان نيفارا. من تكملها حينطيك القلادة مال دوريان، وهاي حتدبلها ونفس الحالة. تمام، بعد ما انت لميت اقوى درع واقوى سلاح وكملت كل ال يعني جمعت كل الكلادات وفولت السكيل بوينت مالها، هسه اللعبة يعني نوعا ما نورمال مو نايت مير. تمام، يعني حتحس انه اللعبة اوكي سهلة نوعا ما، يعني انا هسه هذا بعد ما تجي يدمج 450 يعني وبلاك وول حطيت له هذا الباتل اكس، او كان عندي هذا كنت حاطله بس شلته لانه ما تقتل التنانين يعطيك هواي اشياء قويه فغيرته، بس هو نفس السلاح اللي انا شوفته بالفيديو. ونفس الحاله الكاساندرا ودوريان هذا الماتة شو يسموه، المهم هو هذا السبتر، هو هذا السبتر او الستاف هو هذا. ودائما خلي يم اثنين، واحد مثلا فاير، واحد كولد، واحد كهرباء، لانه اكو اعداء مثلا التنانين دائما خلي لهم الكولد، اكو تنانين ثلجيه خلي لهم الفاير، يعني لازم شوي تغيروا هاي. بس انت من تختم اللعبه خلي على الكاجوال والعب اسهل بهوايه. حلوه خاصه هذا عندك الكيتي كولر، هذا كلش مهم، اذا حصلته يعني يقلل لك الدمج نسبة 100% يعني واذا تموت اكو فرصة 75% هو حيقعدك، هذا كلش يفيد على الميج مالتك دوريان. هذا اذا مات يعني راح تاكل واحد نوعا ما، لانه يسوي اذا يعني اذا واحد بيكم مات هو حيقعده يسوي لي ريفايف يعني، فكلش مهم الكيتي كولر تحطه إلى كلش مهم. تمام، انت هسه عندك كل شيء، تمام جمعت اقوى سلاح اقوى درع اقوى 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 كل شيء كل شيء كل شيء فول، انت فولت السكيل بوينت مالهم كل المهارات فتحتها، شنو بقى؟ البارتي مالتك منو تختار؟ هو سألوني شلون يا هو، انا مالتي الشخصية روك، روك دور ويلد، ومالتي السبيشال هو اساسن. الاساسن كلش قوي لان بي ممكن تسوي فد كومبو يعني كلش قوي، تفعل المارك اوف ديث، بعدين المربع اللي هو الهيدن بليدز، تمام بعدها تدوس دائره اللي هي ال ما اعرف شنو اسمها الفلانك اتاك، بعدها تسوي المربع اللي هو انا حاطه اللي هو التوين فانكس. من تكمل ذولا بسرعه دوس R1 حتى تنهي المارك اوف ديث. من تنهي المارك اوف ديث
يمكن حيدمج 28,000 27,000، وهاي عنا يتمع ضد أقوى تنين باللعبة. دمجت يمكن 25,000 بس بهاي الحركة، كومبو سريع. إذا ما يعجبك هذا الشي ممكن تاخذ التمبست، هم أحسن اثنين، الأساسن والتمبست. أساسن لأنه أنا يعني أستعمله وحبيته أكثر، ويدمج أكثر إذا تعرف تستعمله، وأنصحك به هو. إذا أنت مالك واس تدوس R1 بعدين مربع ودائرة L2 مربع بعدين R1، تسوي هذا الكومبو، لأن هاي كلها لازم تسويها ب8 ثواني. إذا صعب عليك ونوعا ما ما تقدر، أخذ التمبست. تمبست هواي بي مهارات قوية وما يحتاج وقت مثل هذا الأساسن. أنا أشوف الأساسن هو أحسن، وهو يدمج أكثر من التمبست، بس عاد له يعني شوي يعني فهمتني. إيه أهم واحد بجماعتك وأقوى واحد هو بلاك وولف، فاعتني بيه، خليه له أقوى شي عندك. شنو أقوى شي عندك؟ حط له كل شي. هذا الشخصية بلاك وولف حينقذك من كوما مشاكل، ما تتخيل ايش قد مفيد بلاك وولف. بلاك وولف أهم واحد يعني. أنا جد يعني لعبت اللعبة، لعبت يمكن 70 ساعة، جبت البلات بيها قبل يوم. بلاك وول أهم واحد وأكثر واحد يفيدك، وخاصة من تفعل البركات مال تشامبيون اللي هو هذا الووكن فورتريس، يعني كلش قوي. بلاك وول كلش كلش قوي، أعتني بيه. وأول واحد تجيبه هو بلاك وول، أول واحد تخليه بتيمانك هو بلاك وول. أحسن تيم ممكن تسوي هو 2 وورير اللي هما بلاك وول وكاساندرا. ممكن تخلي بلاك وول هو التانك وكساندرا هي السبورت. التاكتيك مالته معروف يعني، اهم شي تفعل الورك رايف اللي هو يسوي تونت لكل الاعداء، يعني يخليهم حيستهدفوه هو ويعوفوك انت، لانه انت والميج يعني انت الروج والميج بضربتين ثلاثة يموت ما يتحملون دمج، كلش ضعفاء. فلازم عندك 2 تانك. انا اخترت بلاك وول وكاساندرا لانه مالها الجلاتشات موجودة وجت وياها. بعد اهم شي تفعل هاي، تخليه نجمة الورك رايت، هاي كل الاعداء حيصير لهم تونت حيظلون عليه. اذا انت تلعب يعني سيف ودرع، فعل هاي شيلد وول شيلد باش اللي لونها اخضر كلها. اذا تلعب سلاح يعني سلاح 200 مثل الاكس او هذا ما اعرف يسمونه الاكس، هذا اللي يشيله بايتين، لا فعل لونها هاي المايتي بلو البومل سترايك والويرل ويند. اي دائما انطي برايورتي لهاي الاشياء، الوور هورن الكراي هاي. المهم بالفيديو كلها قدامكم، ممكن تطبقوها وانصحكم تطبقوها. والميج ماتك انصحك اهم شي البارير، وانت تستعمل الديسبل مانوال. من تروح على فد ريفت تلقى اعداء حيغصبنهم لونهم بالماب اخضر، هذول بعدهم مجوي، بسرعة تفعل الديسبل تمام، وتسد هذا المكان اللي حينزل منه الاعداء، حتى شوي يخلي اللعبة لك اسهل. كلش مهم هذا. اللي ريفايف طبعا كلش مهم. البقية انا سادهن، ليش؟ لان شد دقات التنين، التنين هذا ينفخ نار مو ثلج، ففعلت الاشياء الثلجية كلها، فعلتها اعطيتها افضلية على البقية، البقية كلها سديتها، واللعبة فعلا تغيرت وصارت هواي اسهل. صدقني من تقاتل العدو تعرف من شنو نقاط ضعفه. اذا كان مثلا لونه احمر استعمل الثلج، اذا كان لونه بلون الثلج استعمل الماين الفلاش فاير لونه احمر، وهكذا. واختاريته لانه عنده العفو عنده النيكرومانسر اللي هو هذا السبيشال مالته. هذا يعني شك واحد يموت من اعدائك حيخليه يقاتل وياه، يعني ها خاصة هاي بالسبيريت مارك هاي، يعني ما اعرف شنو اقول لك، اي واحد يموت يصير وياك يقاتل، كلش قوية.
اعداء ليفل 20 19 تمام، بس تقتله سوي له هاي المارك حيقاتل وياك. يعني كلش كلش مفيد، خاصة باللي توصل بعيد بالقصة. الأعداء يكون هواية مكان واحد، تحتاج أعداء، تحتاج كنترول المكان. فالميج لازم عندك ميج، لازم ميج واثنين سبورت، بلاك وول وكاساندرا، أو ممكن بلاك وول وايرون بول بكيفك، إذا لقيت ما تلقلادة وطورت بكيفك. وانت الدمج ديلر. المشكلة وين؟ المشكلة انت من ليفل 1 لليفل 8 كل شي ما عندك، لا عندك سلاح قوي، لا عندك اي شي، يعني كل شي ما عندك. خلينا نقول فشنو، اكو ناس وايد ينصحون انه تلعب بشخصية مال وورير تمام، يعني لانه عنده شوية دم قوية، درعة قوية، فيتحمل قتل. اما تبلش على الروج مثلي دول ويلد من ليفل 1 ليفل 6 7 8، هذا شبع قتل، يعني انت ما لك فايدة. الاثنين الوحيدين حيلعبون هو الميج ماتك سولوس وبلاك هول، ها هي بس، البقية هيج، يعني حرفيا حرفيا هيج، ما منهم اي فايدة. فهي هاي مشكلة اللعبة، كلش 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 صعبة بدايتها، يعني انطيها فد 8 من 10 كبداية، لأن كل شي ما عندك مثل ما فهمتكم، لحد ما توصل سكاي هولد. فأنت من توصل سكاي هولد، يلا عاد تشوف هذا الفيديو حتى تعرف شنو الأشياء المهمة اللي لازم تسويها والجلتش الموجود حتى يسهل لك اللعبة بهواية. وها هي، تحياتي لكم، وإن شاء الله الفيديو عجبكم، ومع السلامة.